موجودين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض والتجهيزات قائمة بإذن الله تعالى. اليوم الحفل الكبير حفل القرنقشو راح يكون في هذه القاعة الضخمة بإذن الله تعالى في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. كل الشركات التابعة لمجموعة عمران الآن قاعد تجهز مناشطها فقراتها. إن شاء الله طلبة كلية عمان للسياحة قاعدين يجهزون الركن، نبي نشوف الركن بعدين يوم بيجهز إن شاء الله. ها يلا شيء اليوم شيء كب كيك أمور كذي. ها ما وصيك كلها برا. راح يكون في منشط خاص للأطفال، مرسم والتلوين والشغل الطيب راح يكون كل الأطفال في هذا المكان. حقيقة كلمة شكرا لا توفي حقه. اليوم الإفطار برعاية مطعم الشوى العماني وأخونا عبد السلام الجابري، الله يعطيك الصحة والعافية وبيض الله وجهك وفي ميزان حسناتك. طبعا وفر وجبة إفطار لعدد 100 شخص. هذا ايش حلا، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك من القلب على تواجدك على دعمك على كل اللي تقدمه. شكرا يا حبيبي، بيض الله وجهك. وهذا بحط لكم حسابه في السناب، تتابعونا اول باول كل ما يقدم في مطعم الشوى العماني بو اكلمو فناني. ونبغى نسمع امين منكم كلكم. اللهم احفظ عمان، اللهم احفظ عمان، ادم علينا نعمه الامن والامان. نسال الله ان يغفر ويرحم السلطان قابوس ويجعل مثواه الجنه، ونسال الله يرزق السلطان هيثم المطان الصالحه وان يحفظنا واياكم جميعا. فطور هني وكل الشكر لاخونا عبد السلام الجابري صاحب مطعم الشوى العماني اللي وفر لنا اليوم هذا الافطار. نسال الله ان يحفظنا واياكم جميعا. قولوا امين. جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ ها ها ها، واحد اثنين ثلاثة، بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. الله يحفظكم الله يحفظكم يا رب. مو لا لا بشرب كيتو انا كيتو. هذه التوزيعات الجميلة والأنيقة المقدمة من بنك عمان العربي الراعي لهذه الفعالية توزيعات القرنقشو. كل الشكر لبنك عمان العربي. ولسه قاعدين نصف مجموعة كبيرة أكثر من 500 علبة قرنقشو للأطفال اليوم مقدمة من بنك عمان العربي. ركن مجموعة عمران ومجموعة عمران مجهزين أكثر من 1500 كيس قرنقشو للأطفال. وهنا ركن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الركن الجميل حقيقة، ووفروا أكثر من 1500 كيس قرنقشو للأطفال. على ركن عمان للإبحار، وعمان للإبحار أيضا وفروا أكثر من 1000 هدية قرنقشو للأطفال. هذا الركن الجميل لكلية عمان للسياحة، وكلية عمان للسياحة أيضا وفروا ما يقارب 400 كيس قرنقشو للأطفال. الجهة البحرية وخدمات المراسي وفروا أكثر من 1000 هدية قرنقشو للأطفال. إذا كل هدايا القرنقشو هذول راح تروح للأطفال، يعني الطفل بي هني وبياخذ كيس، بيروح لكلية عمان للسياحة وبياخذ كيس، بيروح لعمان للإبحار وبياخذ كيس، بيروح لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وأيضا بياخذ كيس، وبيجي لمجموعة عمران وأيضا بياخذ من عندهم كيس القرنقشو، بعدها بيجي عاد عندنا مخيني وعند بنك عمان العربي وأيضا بياخذ كيس، وبيجي لمجموعة عمران وأيضا بياخذ من عندهم كيس القرنقشو، بعدها بيجي عاد عندنا مخيني وعند بنك عمان العربي. هني يجون الأطفال يحطوا ويهم ويصوروا مع الشخصيتين. أيضا مشاركة الإخوان بفريق بهلة الخيري ومشروعهم وقف فريق بهلة الخيري. هني بإمكان أي حد حاب أنه يساهم ولو بريال واحد يجي هني مباشرة في هذا المكان. أمن الصندوق بعد فاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ التبرع ونسأل الله أن ينترس اليوم. هنا بيكون ركن توزيع الحلويات على الأطفال، عربات شعر البنات وعربات الفشار. أيون طبعا مجاميع الأطفال يدخلون في هذا المكان ويأخذوا سواء الفراخ
شعر البنات، وأيضا آخر ركنين راح يكون للآيس كريم. أيضا الفكرة الجميلة أنهم يابوا الأسر المنتجة بحيث أنهم يقدموا كل المأكولات والكرك والخبز والحلويات، كل حاجة تقدم بالمجان للأطفال، يدخلوا ويأخذوا اللي يبغوه ويأكلوا عليهم بالعافية، كل هذه الأركان بالمجان. شوفوا ايش بيسوي الحين. شوفوا الحين ايش بيطلع، ايش بيطلع. ابا وان وحده لو طال في نظري يا بنادي، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. هذه الهدايا من بنك عمان العربي، شكرا لبنك عمان العربي، شكرا لبنك عمان العربي. تعديل نصفه وحلاوة عن النبي صلى سبحان الله برب العرش.